اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، ويوم جديد، يوم سعيد، يوم تاريخي. التاريخ يتوقف اليوم في ميامي في فلوريدا في الولايات المتحدة الامريكية لاجراء قرعة كأس العالم بمشاركة 32 نادي بيزينهم النادي الاهلي. وبالتأكيد بنكون سعداء جدا بوجود الوداد والترجي ونادي الهلال السعودي. دائما وابدا الاهلي فخر مصر في كل شيء، هو البضاعة المفتخرة، هو صانع السعادة لجماهير كرة القدم المصرية بصفة عامة وللجماهير الأهلوية بصفة خاصة. يوم جديد ولحظات سعادة جديدة يدخلها علينا النادي الأهلي كما هي العادة. وأنا في قمة السعادة وعلى يميني نجمنا الكبير كابتن خالد بيبو. مساء الفل يا كابتن خالد. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك؟ منورنا. ربنا يخليك يا كابتن. أنا اللي مبسوط جدا، ويوم تاريخي، والنادي الأهلي دايما معودنا على إن هو بيكسر التاريخ وبيغير التاريخ وبيبقى عنده أرقام دايما طول الوقت أنت ما بتقدرش تفكر فيها، يعني كل ما بتيجي تفكر إن أنت وصلت للنهاية كفاية. مفيش سقف. تقول له لا مفيش. لا مفيش سقف. مفيش سقف. لا. نو سقف. نو سقف. نو سيلينج بالنسبة للنادي الأهلي. نورني ومشرفني زميلنا العزيز المتدفق دائما بالمعلومات والأخبار والانفرادات، صاحب الترند محمد سعيد. مساء الفل يا ابو حميد. مساء الفل يا كابتن شوبير، سعيد بوجودي معاك ومع الكوكبه الكبيره من رموز واساطير النادي الاهلي. والواحد مبسوط لان لولا النادي الاهلي ما كناش هنبقى موجودين بنتكلم في حدث استثنائي زي ده، بنتكلم عن تاريخ وبطولات وقيمه ومكانه الاهلي. النهارده الناس هتشوفها على مستوى العالم. صحيح. لما يبقى الاتحاد الدولي بيقدم حاجات برزنتيشن عن النادي الاهلي في القرعه وتبقى متواجد مع كوكبه من اساطير العالم النهارده في ميامي بفلوريدا، اعتقد ده شيء كبير جدا وشيء مهم جدا. وعلى راي الاغنيه، لولا الاهلي لولا جينا ولا تعبنا رجلينا. نورنا يا محمد ونجمنا العالمي الكبير كابتن هاني رمزي. مساء الفل يا كابتن هاني. يا كابتن احمد، مساء الفل على طبعا ضيوفك كابتن خالد ومحمد، ومساء الفل على كل جماهير النادي الاهلي. زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن، الواحد قاعد مبسوط. وانا عارف السعاده دي لكل اهلاوي قدام شاشه قناه النادي الاهلي او اي شاشه، الحقيقه بيشعر شيء من الفخر وشيء من السعاده ان احنا متواجدين عشان نتابع ونشوف نادينا الكبير النادي الاهلي وسط طبعا افضل انديه العالم. وزي ما قال محمد دلوقتي، البراند الكبير جدا جدا على مستوى العالم النادي الاهلي موجود، شعار النادي الاهلي موجود في العالم، كل العالم تقريبا هيشوف النهارده براند النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله كمان يشرف القاره الافريقيه، واكيد بيشرف مصر في كل المحافل الافريقيه او الدوليه باذن الله. ان شاء الله الهاشتاج بتاعنا موجود مع حضراتكم، وعايز بقى من دلوقتي تغريدات كلها ورسائل كلها في حب النادي الاهلي، وهنطلع اكبر عدد ممكن النهارده ان شاء الله. تقول بحبك يا اهلي، الاهلي يا حبي، يا حته من قلبي، زي ما انت عايز. معاك الهاشتاج ومعاك بقى، قاعدين معاك النهارده ان شاء الله لحد الساعه 10، لحد ما نسلم كابتن عادل القيعي والزميل عزيز ابراهيم المنسي الهوا، عشان برضو يرجعوا يتكلموا على الاهلي وفخر كاس العالم. لكن اسمحوا لي قبل ما نروح لكاس العالم نروح للنادي الاهلي في جنوب افريقيا ونطمن على الاخبار. وقبل جنوب افريقيا بنقول للكابتن محمود الخطيب، نقول للكابتن محمود الخطيب الحمد لله على السلامه يا كابتن خطيب. راجل نزل امبارح التمرين والنهارده كان موجود في النادي الاهلي واستقبل المهندس هاني ابو ريده، يعني صاحب الترشح الوحيد هو قائمته لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم، مشكورا يعني راح وطمن على الحاله الصحيه للكابتن الخطيب. ونفس الامر كان الكابتن حسن حمدي. وبالتاكيد الكلام بقى يعني تطرق الى مستقبل الكره المصريه، التحكيم والامور الخاصه بكره القدم، اللجان داخل الاتحاد، تطوير اللوائح، تسنين الناشئين. انا بسعد جدا يا كباتن لما اشوف الكابتن حسن حمدي، بكون في منتهى السعاده والفرحه بوجود الكابتن حسن حمدي. وطبعا المهندس هاني ابو ريده منور النادي الاهلي، شخصيه محترمة نحترمها ونقدرها جميعا ونتمنى له التوفيق. طبعا أحيانا بننتقد وهذا حقنا، لكن أبدا لازم نتأكد ونؤكد على احترامنا للجميع. هذا الرئيس السابق للنادي الأهلي كابتن حسن حمدي، وهذا الرئيس الحالي للنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، وهذا الرئيس المرتقب لاتحاد كرة القدم المصري المهندس هاني أبو ريده. نتمنى لهم الجميع التوفيق والصحة والعافية يا رب. بالمناسبة